سلام، معكم يوسف قصير ومرحبا بكم في حلقة جديدة ديال البودكاست سوليما في هاد الفورما الجديد ديال ستوريز. هاد الفورما غادي نعود لكم قصص على التاريخ ديال السينما. في الحلقة الأولى غادي نبدأ بوحدة من الشخصيات اللي تقريبا كان عليها الإجماع، ماشي غير في أمريكان ولكن في العالم كامل، شارلي شابلين والشخصية ديال شارلو، ولا كيف كيقولوا ليها بلونغلي دو ترامب. هاد الشخصية اللي حققت واحد الشهرة عالمية اللي غادي تأثر على أجيال وأجيال من البشر. واخا أن الصفحة ديال السينما الصامتة تطوات، باقي نقدروا نتفرجوا في الأفلام ديال شارلي شابلين اليوم ويضحكونا. شابلين دار أكثر من 80 فيلم في الكاريير ديالو، وبيان سور ماشي كاع الأفلام نقدروا نقولوا أنها work of genius. كاينين أفلام اللي الميساج ديالهم باقي خدام دابا وكيبرهنوا على العبقرية ديال شابلين، وكاين بيان سور أفلام اللي إلا ما تحطوش في الكونتكست ديالهم يقدروا يجيونا باسلين ولا كاع حامضين. في هاد السيريز غادي نحاولوا نوقفوا عند لحظات مهمة من الكاريير ديال شارلي شابلين المبدع وديال دو ترامب الشخصية ديالو. في هاد الحلقة الأولى غادي نهضروا على أول فيلم غادي يبان فيه دو ترامب. في 1914 شارلي شابلين غادي يمثل في أكثر من 30 فيلم، كلهم أفلام قصيرة، من غير تيليز بانكتشرد رومانس اللي غادي يكون أول فيلم كوميدي طويل ديال التاريخ. في البداية ديال السينما الفيلم كان عنده علاقة مع الطول ديال السينتا، وديك الساعة البوبينة ديال البيليكول ستوندار كان فيها تقريبا 300 متر وكتسمى الريل. 300 متر كتخرج تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ديال الفيلم بلوز اومو. اذا في ذاك الوقت كانوا كيقولوا وان ريلر هو فيلم فيه بوبينه واحده، تو ريلرز هما جوج بوبينات وانت غادي. اما الفيلم الطويل فكان كيتسمى الفيتشر فيلم. ديك الساعة كانت كتعطي الأهمية بزاف الأفلام القصيرة لأنها كتصور دغيا وكتخرج دغيا، والبروديوسرز والموزعين كيدخلوا الفلوس دغيا. السينما كانت شعبية والأفلام كانوا كيدوزوا في نيكولوديان اللي هو الجد ديال القاعات ديال السينما. السمية ديال نيكولوديان جاية من الثمن ديال تيكي اللي كان وان نيكل، والكلمة اليونانية أودين اللي هو المسرح. كتدخل كتفرج فيلم وكان كيكون لايف بيانو وبنادم ناشط مع راساته وبخير. هاد النوع ديال البيزنس غادي يتفرقع في ميريكان في البداية ديال القرن 20، ولحقاش الطلب كان طالع والقاعات كثار، حتى المنتجين ديال الافلام غادي يعيشوا الحياة السعيدة ديال البداية ديال السينما. في هاد الاجواء غادي يكثر الطلب على الممثلين، وبيان سور غادي يبدا الميركاتو ما بين الفراقي ديال المسرح والستوديوات. الفرقة ديال شارلي شابلين ديك الساعة كانت جاية من اليوكي من الانجليز باش يديروا واحد الجولة في امريكا. واحد النهار غادي يوصل واحد تيليغرام تيقولوا فيه اجي واش ما عندكمش شي واحد سميتو شافلين ولا شي لعيبة بحال هكا، ستوب الا كان عافاك يتصل بكاسل وبومن. ما كانوش عارفين حتى السمية ديالو شكون هو. فاش شابلين شاف التيليغرام وبانت ليه الادريس اللي كانت في واحد الموبل فيه بزاف ديال المحامين، قال مع راسو هادي ما غتكون غير خالتي اللي ماتت في الانجليز وراه خلات ليا شي ورت. ولكن غادي يكتشف بلا هاد ادم كاسل جونيور وتشارلز او بومن هما منتجين ديال كيستون فيلم كومباني، الشركه اللي شارلي شابلين غادي يبدا معاهم الكارير ديالو. غادي يشد 150 دولار في السيمانه اللي هي تقريبا بالفلوس ديال اليوم واحد 4200 دولار، الدوبل ديال الصادير اللي كان كيشد في المسرح. لقاش راه قلت لكم السينما كانت خدامه مزيان. الشخصيه ديال شارلو ما غاديش تبان من الاول ولكن غادي تبان من الثاني. إلا بغيتي تشوفوا شارلي شابلين في شخصية من غير ديال شارلو خاصكم تفرجوا في أول فيلم ديالو ميكين الليفين، فيلم اللي غادي يلقى واحد النجاح ولكن شابلين غادي يسخط عليه. ستيل ديال الأفلام ديال كيستون فيلم كومباني كانت نوع ديال الكوميديا البسيطة كتسمى سلابستيك كوميدي، كوميديا اللي فيها المضاربات الزليق
تكركيب من الطروج، جري عليا نجري عليك، والضرب على المؤخرة وإلى آخره. هو كان ستيل عام نقدروا نقولوا في السينما كاملة ديك الوقت. بالنسبة للجيل ديالنا قلت تقريبا بحال القصص ديال تومي جيل، قصص كتبغي السرعة ومبنية على المواقف ماشي على الشخصيات. واخا شابلين جاي من العالم ديال سلابستيك كوميدي، ولكن ما مرتاحش بزاف في الطريقه والسرعه باش داكشي كيدار. معظم الافلام ديك الساعه ما كانش عندهم السيناريو، كان كتكون فكره ومن ثم كيبدا الارتجال لامبروفيزاسيون، حتى كتسالي القصه ولا كتسالي السينتا كيف ما كيحكي شابلين في الاوتوبايوغرافي ديالو. Senate took me aside and explained their method of working. We have no scenario. We get an idea, then follow the natural sequence of events until it leads us to a chase, which is the essence of our comedy. المطاردات كانت هما بالنسبة لهم هو الضحك. من بعد المخرج بيان سور كيدير المونتاج، وهذه القضيه بالضبط هي اللي شابلين ما حاملش، لان عنده واحد الاحساس باللي كيقطعوا ليه الابداع ديالو. ما عليناش، رجعوا الاول برا غادي يبان فيها شارلو. الجواب هو على حسب، الا كنا كنهضروا على فوقاش اول مره شافوا الجمهور، الجواب هو كيد اوتو ريسز ات فينيس. ولكن السؤال فوقاش اول مره الشخصيه ديال ذا ترامب لعبات في فيلم، فالجواب هو ميبل سترينج بريديكمنت. الفيلم ديال ميبل هو اللي تصور الاول، ولكن كيد ريسز خرج قبل منه. ولحقاش في هذه الحلقه ما غاديش نقدروا نحلوا جوج ديال الافلام، غادي نركزوا على الفيلم ديال كيد اوتو ريسز ات فينيس، وغادي نعطيكم الاسباب علاش. ولكن قبل خاص ضروري نهضروا على الكونتكست ديال البناء ديال الشخصيه ديال شارلو اللي غادي يصرى الاحداث ديالها في التورناج ديال ميبلز سترينج بريديكمنت، اللي هو الفيلم في ستيل ديال كيستون فيلم كومباني. كعرفهم سلاب ستيك كوميدي، القصه ديال واحد جوج ديال الكوبلات في اوتيل، غادي شي يتخلط مع شي في موقف ديال سوء تفاهم اللي غادي يدفع الغيره والمطارده ما بين الشخصيات. وبطبيعه الحال المسؤول على هاد الفوضى كامله وهاد كاع السوء تفاهم هو شارلو اللي كان ضاربها بسكره. قبل ما يبدا التورناج شارلي شابلين كيعاود لينا في الاوتوبايوغرافي ديالو كيفاش اخترع الشخصيه ديال شارلو. المنتج ماك سينيت غادي يقول ليه شوف سير دير شي مكياج كيضحك وماشي مهم شنو، عقدي كانت دي العقليه ديال ديك الوقت. المهم الترجمه ديال شنو تقال ماشي حرفيه، ولكن حاولت نخرج منها زعما المعنى ديال شنو تقال. شارلي شابلين مشى للوج وما عرفش شنو يدير. الحاجه الوحيده اللي متاكد منها هي انه ما باغيش يدير شي حاجه بحال الفيلم الاول اللي ما حملوش واللي هو ميكين ليفن. ديك الساعة غادي تجيه واحد الفكرة ديال التناقض، غادي ياخذ واحد السروال عريض وفيستا مزيرة، صباط كبير عليه وشابو صغير عليه. كان شابلين كيبان صغير في السن في وجهه، إذا زاد واحد الموسطاش واختار موسطاش صغير باش ما يخبيش الحركات ديال الوجه ديالو اللي كانوا كيضحكوا الناس. غادي يزيد واحد العكاز رقيق وهو شارلو ذا ترامب غادي يبان لأول مرة. شارلي شابلين غادي يقول على الشخصيه اللي اخترع ان شارلو هو من طبعه رومانسي وكيقلب على الغرام، ولكن برجليه ما متفقينش معاه. الو علاش اختاريت الفيلم ديال كيد اوتو ريسز ات فينيس؟ لانه فيلم غادي يخلينا نشوفوا شارلو وفي نفس الوقت اللايف رياكشن ديال الجمهور لهذا الحدث التاريخي. الفيلم ديال كيد اوتو ريسز هو فيلم كتدور الاحداث ديالو في سباق حقيقي ديال الطوموبيلات ديال الدراري الصغار، وكان جمهور حقيقي جاي باش يتفرج في الحدث ماشي في شارلو. ديك الساعه حتى واحد ما كيعرف شكون هو. القصه ديال الفيلم بسيطه، فرقه ديال التصوير بغات تمشي تصور الاحداث ديال زعما السباق، ولكن واحد خينا اللي هو شارلو غادي يمرضهم لانه باغي دائما يبان في الكاميرا. ودائما في الاسلوب ديال سلاب ستيك كوميدي شارلو غادي يخرج العقل ديال المصور والمخرج، غادي يبداو يقنعوه بالاداب فمشيني سايسو ما حتى تبدا العصا وجري عليا ونجري عليك. هاد اللقطه فكرتكم واقيلا في شي حاجه، هادوك الناس اللي كيبغيو يبانوا في التلفازه فاش تكون شي روبورتاج في الزنقه وكيغوتوا كنسلم على الوالده كنسلم على الوالد. صراحه شي شوف بحال الا شارلو غادي يختار على الفوتو بومب. التورناج غادي يستغرق 45 دقيقه والفيلم فيه 11 دقيقه، يعني وان ويلر. الفيلم ما تقام تقريبا فابور، الحدث ديال السباق كان حقيقي وما كاينينش لي فيغورون، كان الجمهور ديال بصح. في الفيلم كيبان ان الجمهور كيشوف في الكاميرا
لانه بيان سور جهاز في شكل في ديك الوقت. وفاش غادي يبدا شارلوك يلعب الدور ديالو غادي الجمهور يبدا كيشوف فيه هو وكيضحك. هذيك الرياكشن ديال الجمهور مهمه بزاف لان قبل ما يخرج الفيلم كنشوفوا النجاح اللي كيتسنى دو ترامب. راه بحال الا كنا جالسين في 1914 في شي نيكولوديان وكنتخيلوا كيفاش الجمهور كيكتشف شارلو لاول مره. القصه البسيطه اللي كيعاود هذا الفيلم ديال شارلو اللي ديما باغي يبان في الكاميرا هي خيال، ولكن غادي تولي حقيقه في المستقبل لان هذه العلاقه غادي تكون دائما في الكاريير ديال شارلي شابلين. هذه العلاقه ديال ان الاضواء تكون دائما كتركز عليه وانه غادي في الحياه ديالو دائما يكون تابع الكاميرا والكاميرا تابعه. فيلم الى حيدنا منه الجانب الكوميدي كيعاود لنا المستقبل ديال شارلو دو ترامب، كيفاش غادي يقدر يكتسح الصوره ويكون حاضر في البيليكول. شارلي شابلين كيعبر على الحب ديالو لهاد الجهاز الكاميرا، وهاد قصه الحب غادي تدوم سنين طويله. فهاديك السنين الشخصيه غادي تبدل ولا بلوتو غادي تنضج بحال مولاه. هذا الفيلم في 2020 دخل في ناشونال فيلم ريجستري باي ذا لايبراري اوف كونغرس نظرا للقيمه ديالو الثقافيه والتاريخيه. الزوين في الامر هو ان كاع الافلام اللي هضرت عليها في هذا البودكاست تقدروا تتفرجوا فيها فابور في اليوتيوب في القناه الرسميه ديال شارلي شابلين. الى تفرجتوا في الفيلم بارطاجوا معايا الاراء ديالكم باش نحاولوا نفتحوا نقاش في الكومنتس. شكرا بزاف ونتلاقاو في حلقه واحده اخرى ديال سوليما ستوريز.